أنا الحقيقة بقيت حاسة إني بقيت أتعب أكتر من الأول. الموضوع كان على قد شوية أحلام بتجيلي بتصحيني مفزوعة من النوم وبس، لكن دلوقتي بقيت بشوف حاجات ومش عارفة أميز إذا كانت دي حصلت في الماضي وأنا بفتكرها ولا دي ما حصلتش أصلاً وأنا بتخيلها. والموضوع بجد بقى متعب. عندك حق يا داليا، المشكلة إن إحنا فتحنا بير ولازم نوصل لآخره عشان تعرفي تتحكمي في حياتك الفترة اللي جاية.